بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات الأخوة الكرام، أسعد الله مساءكم جميعا. يسرني في هذه الليلة أو هذه الأمسية أن أرحب بكم أجمل ترحيب باسم الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي. في هذا اللقاء نستضيف المفكر الدكتور علي فخرو، وهو غني عن التعريف، ولست بحاجة إلى تعريفه لكم. نستضيفه في هذا اللقاء الذي سوف يتطرق إلى قضية هامة شكلت أحد عناوين أزمتنا الراهنة، وهي القضية التمزق المجتمعي كأحد أسوأ تداعيات أزمتنا الراهنة. يتفق جل المحللون والسياسيين على أن ما يجري وجرى في الساحات العربية منذ انطلاق شرارة الربيع العربي، يتفقون جميع هؤلاء على أن أحد أو أهم الأسباب التي آلت إليها الثورات العربية والمآلات الكارثية التي انتهت إليها بعض الساحات العربية يعود إلى أسباب ثلاثة. أولهما فشل الأنظمة العربية في التجاوب أو استيعاب الانتفاضات والتحركات الجماهيرية السلمية المطالبة بالعدل والحرية والكرامة الإنسانية. الهدف الثاني أو السبب الثاني هو لجوء هذه الأنظمة إلى الخيار الأمني، وهو الخيار الذي تصدى إلى هذه المطالب والأهداف الوطنية بلا هوادة وبلا رحمة، وهو ما ولد في بعض الساحات ردات فعل تمثلت في عسكرة الانتفاضات واللجوء إلى العنف والتطرف. أما السبب الثالث وهو الانقسام المجتمعي، انقسام المجتمع على نفسه، وهو السلاح الذي وظف من قبل الأنظمة في هذه الساحة وتلك لضرب الحراك والالتفاف على مطالبه المشروعة. وهذا العنوان هو حقيقة القضية التي سيتطرق لها ويتناولها دكتورنا العزيز بالتفاصيل، فليتفضل. شكرا أخي محمود، والشكر موصول لهذه الجمعية الكريمة وأعضائها والأعزاء. وفي الواقع هذا الموضوع سأنظر إليه من خلال نظرة عامة للوضع في البحرين، لأن الأمور كلها مترابطة مع بعضها البعض. وأنا أريد أن أبدأ بالقول بأنني كنت أقرأ كتابا لأحد السياسيين الاحتجاجيين الأمريكيين عن الديمقراطية، كتبه تاريخها وإلى أين متجهة وإلى آخره، وهو من الذين شاركوا في الكثير من الاحتجاجات التي تبدأ، سواء الاحتجاج في وول ستريت، احتجاج بالنسبة إلى البنك الدولي، احتجاج إلى آخره من الاجتماعات الدولية، بما فيها أيضا الاحتجاجات السابقة في الستينات. الرجل يقول: دعنا نأخذ كمثال
فيما إذا كانت الاحتجاجات لها فائدة أم ليس لها فائدة؟ إنها يعني فقاعات تبدأ تستمر بضعة أيام بضعة أسابيع وينتهي الأمر. يقول أنا سأعطي مثالين. المثال الأول يقول احتجاجاتنا على الحرب الفيتنامية واندماج المجتمع الأمريكي في حرب ظالمة قتلت الكثيرين، مات الكثيرون، وخسر البلد ما خسر. يقول انتهت تلك الاحتجاجات، وقيل لنا ماذا استفدتم من تلك الاحتجاجات؟ قال الذي استفدناه أن عبر 30 سنة بعد تلك الاحتجاجات الولايات المتحدة الأمريكية لم تجرؤ أن تدخل في حرب مباشرة، لأنها كانت تعلم أن المجتمع لن يقبل بذلك. حتى جاءت أحداث 11 سبتمبر 2001، وكانت عند ذاك حجة لدى الذين يرغبون في إبقاء الولايات المتحدة في حرب مستمرة مع العالم، كانت حجة في أن يقفزوا من 30 سنة عدم تدخلات مباشرة حتى في أيام الاتحاد السوفيتي إلى أن بعد ذلك، يعني حتى في أفغانستان يعني أمريكا ما تدخلت مباشرة، وإنما وفي أوروبا الشرقية لم تدخل أمريكا أيضا مباشرة، وإنما تركت الآخرين يتدخلوا لأن ما كان المجتمع عارف. هذا مثال واحد يعطيه ويقول وبالتالي نعم الاحتجاجات انتهت ولكنها أثرت على المستقبل. ويعطي مثل ثاني يقول كان هناك اجتماع دولي للصندوق النقد الدولي في نيويورك، ويقول أننا كنا يعني مجموعة صغيرة من المحتجين إلى آخره، وجاءوا البوليس وفرقونا وقيل لنا أنكم لا تستطيعون أن توقفوا هذا الاجتماع. يقول وتفرقنا، ولما تفرقنا كنا يعني حزينين بأن ما عملنا شيء ولا أثرنا، لكن يقول بعدين اكتشفنا أن في الواقع هذه الوقفة الاحتجاجية قادت إلى أن النصف الذين كانوا سيحضروا الاجتماع ما حضروا واكتفوا بالاتصال المباشر مع بعضهم البعض. وبالتالي فما يبدو أحيانا، وهذا قول له يعني، ما يبدو أحيانا أن الاحتجاج أو الوقوف ضد هذا الموضوع أو ذاك الموضوع أنه مات بعد يومين ثلاثة وانتهى الأمر، ولكن له تأثيراته في المستقبل. لماذا أقول ذلك؟ لأن أنا أعتقد أنه من الضروري يعني الكلام الذي سنتكلم عنه هو جزء من الربيع العربي، وأنا أريد أن أقول أنه ليس صحيح أن الربيع العربي احتجاجات بدأت وانتهى الكثير منها وسينتهي بعضها الآخر قد يكون في المستقبل، وأنه هذا انتهى الأمر. أنا أعتقد أن تأثيراتها على المستقبل ستكون كبيرة جدا، قد لا تبدو الآن، قد لا تظهر الآن مباشرة، ولكن تصرفات السلطات السياسية في مختلف الأقطار العربية وتصرفات الشعوب تجاه قضاياها في المستقبل لن تعود مرة أخرى إلى ما كانت عليه من إهمال وعدم اهتمام، أو أن السلطات السياسية تعتقد أن كل شيء ممكن يمشي دون أن تفكر 1000 مرة في ما يمكن أن تقوم به تلك المجتمعات. أقول ذلك مقدمة لأنه ضروري جدا. أنا يعني أعتقد أن عندنا إشكالية في البحرين. سياسية لا أريد أن أدخل فيها، تتعلق بالقوى السياسية التي تشتغل في البحرين. أنا شخصيا أعتقد أنه من غير المعقول أنه بعد 4 سنوات أن يبقى نفس الخطاب ونفس التوجه ونفس الطرق المستعملة، لأن الحياة السياسية يجب أن تتبدل. وبالمناسبة في هذا الكتاب نفسه يقول إنه الحركات الاحتجاجية إذا ما تغير بصورة مستمرة مواضيعها
وطرق توجهاتها فإنها في النهاية تموت. الآن في البحرين أنا أعتقد أنه آن الأوان، والإخوان المعنيين مباشرة الموجودين معنا، آن الأوان أنه التركيز على المدى البعيد وليس على المدى القصير. المدى القصير قد تكون فيه توازنات هنا وهناك صعبة ومعقدة، إنما الإصلاحات الكبيرة تحتاج إلى نظر على مسافة طويلة، وأنت بمجرد ما تنظر إلى أن مشروعك على مسافة طويلة تبدأ أنت نفسك لا تخاف أنه هذا السنة ما استطعت أنجح في هذا، أو تلك السنة اللي بعدها ما استطعت. أنا الأفق الذي أشتغل فيه أفق واسع وكبير، وهذا مهم جدا. هاي ناحية. الناحية الثانية أنه الحياة السياسية من الضروري أن تنتقل من الاحتجاجية إلى شيء آخر. إذا لا تنتقل من الاحتجاجية إلى شيء آخر أيضا تصاب بالشلل وبالملل، وهذا نشاهده وأنتم تشاهدونه أيضا بين الحين والآخر بين الناس. لماذا أقول ذلك؟ لأن هذا مرتبط بالانقسام الذي يجري في البحرين وجرى في البحرين. الآن نعود إلى هذا الانقسام. أنا منذ بضعة أيام كنت في عمان وألقيت محاضرة عن اللا تسامح، التسامح عفوا، وبعد ذلك في هذا الأسبوع كتبت عن الغيرية الدينية. الآن نحن ليست إشكاليتنا في تراثنا فيه تسامح ولا لا. أنا فتشت في تراثنا، إن جئت إلى القرآن ففيه 100 آية تؤكد وتشد على قضية التسامح، 100 آية، بينما الآخرين يأخذون آية عن آية، بضع آيات عن آية يسموها آيات السيف، أو بضع آيات عن المشركين، بينما الكلام عن التسامح موجود ومنبث هناك. ونفس الشيء لو فتشت عن الأحاديث النبوية، وفتشت نفس الشيء ما قاله الكثير من الأئمة. إذن نحن لا نحتاج إلى فولتير مثلا أن يأتي ويقول أنه ضروري التسامح في في في, في حياة البشر، لا نحتاج لذلك. ولا نحتاج إلى التسامح للبروتستانتي الكاثوليكي ليعلمنا أنه قيمة التسامح. القضية الأساسية أننا نحن لدينا ذاكرة تاريخية لا نفرغها. ما أريد هنا أن آتي بهذه النقطة، وأنا أعتقد قضية أساسية أصبحت في الحياة العربية. الذاكرة التاريخية التي تبقى دون أي تفريغ تنتهي بالنهاية إلى أن تصبح متحجرة، والحياة في تلك المجتمعات تصبح صعبة، لأنك أنت عندما تكون الذاكرة مليئة، الذهن والفكر مليء بالذاكرة فقط، عند ذاك ليست لديه القدرة أن يفكر ويحلل. خلنا نأخذ أمثلة على ذلك، يعني بس أنا كل هاي مداخل يعني اعتبروها. يعني أنا دائما أقول إنه هناك أحداث جرت في الماضي حول الخلافة، بصراحة تامة، يعني ما هي المشكلة في هذا الموضوع حتى نتعايش معها؟ يعني إلى اليوم، إلى بكرة، المحطات رايحة وجاية تتكلم، هل كان أبو بكر له الحق في ذلك أو الإمام علي بن أبي طالب له الحق في ذلك؟ أن يحلل على بالنسبة إلى ذلك الوقت، هذه قضية ثانية تاريخية بحتة. أما أن يحلل على أن مستوى الحالي، لأنه ماذا يعني؟ يعني لو كانت الخلافة كان يجب أن تكون للإمام علي، طيب ما هو التأثير على الوضع الحالي؟ أنا ما أعتقد أنه بسبب التعقدات القبلية والصراعات إلى آخر التي جرت في تاريخنا كان ممكن أن يكون هذا المسار أو ذاك يؤثر كثيرا على ما وصلنا إليه، صدقوني أيها الإخوة. والشيء ينطبق على أحداث كثيرة في تاريخنا. طيب إذا كان الأمر كذلك، فنحن في البحرين دعنا نطرح هذا السؤال التالي: هل هناك مطالب محقة أم لا توجد مطالب محقة؟
لا، هناك مطالب محقة، هناك مطالب إصلاحية محقة مؤكدة، ومطلوب من المجتمع أن يحارب من أجلها. مجتمعنا ليس كامل، فيه إنجازات ما حد يختلف، أنا أعتقد لا توجد قوة سياسية في البحرين تنكر ذلك، ولكن فيه نواقص، ومن حق الناس أن يطالبوا بإصلاح النواقص. ولذلك وأنا أريد يعني الليلة خلنا نناقش في هذا الموضوع، إنه هل نستمر في تسمية الكتلة السياسية الفلانية الكتلة المعارضة أم الكتلة الإصلاحية؟ أي سؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا ونخاف من ذلك، لأن في فرق. يعني أنت لا تعارض إلى الأبد، وأنت لا تعارض كل شيء، أنت تعارض الأشياء الخاطئة، وبالتالي أنت تريد إصلاح الأمر وليس معارضة فلان أو علان أو إلى آخره. نعم في الحكم هناك جهات يجب أن تعارضها، وهناك جهات ما في حاجة تعارضها على الإصلاح، ما عندك إشكالية معها حتى تعارضها. يعني أنا عم بطلح ذلك لأنه أنا في رأيي يعني خصوصا أنه هذا احنا جالسين بمجتمع صغير أنه نأتي بهذه النقاط. الآن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن بعض الأخطاء حدثت، وبدلا من أن يكون الحراك السياسي مع بعضه البعض منسجما، صارت فيه بعض الحركات تخرب على بعض الحركات الأخرى. خلنا نأخذ مثال يعني وأنا بكون صريح تماما، عندما يقوم بعض الشباب بحرق الإطارات أو بالرد الفعل العنيف تجاه أيضا ما يجري من قبل الشرطة إلى آخره، الإشكالية في هذا المجتمع إن ذلك يحسب على الحركة السياسية السلمية البحتة. طيب أنا أسأل سؤال، هل القوى السياسية انتبهت إلى ذلك وحاولت إقناع الجهات التي تقوم بمثل هذه الأعمال بأن تعالوا يا أخي أنتوا عم تخربطون الحياة السياسية اللي نريد إحنا نشتغل فيها؟ أنا أطرح يعني هذه الأسئلة بصراحة وبكل شفافية، لأن أنا أعتقد ضروري أن تطرح على هذا الآن دعنا نأتي إلى يعني رأسا ما يجب، يعني ما أقترح أنا شخصيا أنه ننتقل إليه، لأن هذا الذي أقترحه هو المدخل اللي راح يحل القضية انقسام المجتمع في البحر. يعني أنا أعتقد مثل ما قلت في البداية أن العمل السياسي آن الأوان أن ينتقل من حراك احتجاجي إلى حراك سياسي له أفق بعيد المدى. القوى السياسية في البحرين إذا ما تفكر في 50 أو 100 سنة القادمة وتشتغل من أجل ذلك. لماذا أقول ذلك؟ أقول ذلك لأن في فرق، عندما تكلمنا مثلا عن دخول برلمان وسأتكلم عن ذلك، في فرق بين أنت عندما تكون حركة احتجاجية قد لا تدخل البرلمان لأن أنت زعلان، أنت بالأمس ضربت، أمس قبض على فلان على علان. إنما إذا كان في ذهنك أنك تريد يوم من الأيام أن تكون تلك الساحة ساحة أساسية لك، عند ذلك تفكيرك يختلف تماما وتصرفاتك وقراراتك ستختلف تماما. لنأخذ شيء آخر بالنسبة للقوى السياسية، هل القوى السياسية تتبنى قضايا محددة في 4 سنوات الماضية أم أنها ظلت تدور في قضايا عامة؟ هي قضية أساسية، لأن أنت إذا تريد أن تكسر هالحواجز النفسية في المجتمع أنت تحتاج أن تتبنى قضايا اللي هي تمس السني وتمس الشيعي مباشرة. ما أتكلم على الأشياء العامة أنه يجب أن تكون ديمقراطية وهناك ملكية دستورية، لا، أنا أتكلم قضية
المعلمين، في معلمين سنة وشيعة، قضية البحارة في بحارة سنة وشيعة، قضية المرأة في مرأة سنية وشيعية، إلى آخره من هالقضايا هذه اللي هي في البحرين. أنا عم بطرحها لأن أنا أريد الليلة نناقش هذا الشيء بما بعضنا البعض، وضروري جدا. طيب الآن، هل في هالأربع سنوات تم محاولة حقيقية لتوسيع التحالفات مع المجتمع المدني، أم ظلت القوى السياسية مع بعضها البعض ولا تتحرك لكي تتوسع ولكي تغير المسار؟ اطرحوا على أنفسكم هذا السؤال وشوفوا، لأن توسيعها، لنفرض مثلا أنكم توسعتم في تحالفاتكم مع المؤسسات العمالية، المؤسسات العمالية فيها شيعة وسنة، ما عندنا احنا نقابات سنية ونقابات شيعية، وإذا استطعت أن تجروا حوار مستمر مع هؤلاء، أنتم تحركون مؤسسة مشتركة لكي تكون لها مواقف معينة. لنسأل السؤال آخر، كم من الأشياء المحلية البحتة الحراك السياسي في البحرين اندمج فيها مباشرة، إنه هذه القرية، هذا الطريق، هذا الشارع، هذا كذا؟ أنا أقول ذلك لأن الآن هناك توجه في العالم يقول بأن العمل السياسي الذي لا ينطلق من المحلي لا يستطيع أن يكون على المستوى الوطني، لأن الناس يريدون شيئا يرتبط بهم مباشرة. وآخر شيء، كم من التثقيف السياسي اللا طائفي يجري الآن في البحر بصراحة؟ كم من الشباب الجدد يدعون إلى حلقات وإلى اجتماعات خاصة بهم ويجري نقاش مستمر من أجل تثقيف سياسي من جهة، ومن أجل تثقيف لا طائفي من جهة ثانية؟ أنا أعتقد هذا ما جرى. وبالتالي أنا اللي أريد أن أجيبه، لأن أنا الآن عم بقدم حلول أكثر من تفسير، تفسير هذه كلها قضايا يعني معروفة. الحلول هو أن القوى السياسية في البحرين آن الأوان لها أن تغير طريقة عملها، وأن تنقلب من مثل ما قلت حركات بدأت من أربع سنوات احتجاجية، طبعا هي قبل من قبل ذلك لكنها ارتبطت بهالربيع العربي، مع يعني ما أقول مع الأسف الشديد ولكن تداعيات الربيع العربي أثرت عليه كثير، إلى حركات إصلاحية طويلة المدى متعمقة في المجتمع. أقول ذلك لأن أنا سأطرح سؤال آخر. الآن أربع سنوات مرت، هل زاد عدد المنتمين إلى الحركات السياسية بشكل يؤكد أنك قد دخلت في قلب المجتمع، أم هم نفسهم الأشخاص الذين يأتون ويذهبون، يأتون ويذهبون، يأتون ويذهبون؟ لأن أنا أختلط مع الشباب وأشعر أنه الكثير من الشباب ليسوا في وارد العمل السياسي، مع أنه يمسهم مباشرة، يمس في وظيفته، يمس في مستقبله، يمس في تعليمه، يمس في زواجه، يمس في عائلته، إنما أنا أختلط معهم ولا أجد أن ذلك موجود. طيب الآن سأطرح سؤال قليل وصعب. نحن في الوطن العربي مشكلة المشاكل في السياسة أن أغلب المؤسسات السياسية هي عبارة عن دكاكين، دكاكين بمعنى أنه مجموعة صغيرة من الناس تجتمع تشوف بعضها بعض، تتحدث عن القضايا إلى آخره وينتهي. العمل السياسي لا يمكن أن ينجح بذلك. العمل السياسي عرفت القوى السياسية الإسلامية مدخله، وهو أنها تندمج مباشرة في المجتمع. هذا الشيء ما عم بيصير في البحرين. أنا أريد أن أكرر المرة الألف أنه تأتي اجتماعات لمثلا
شو اسمه مجلس التعاون. طب القوى السياسية لديها مطالب من هذا مجلس التعاون، أنا ما شفتهم يوقفون أمام مكان الاجتماع ويرفعون لافتات بمطالبهم هم، يعني ما عم مثل ما قلت ما عم بيطوروا، ما عم بشكلوا، ما عم حتى الناس يشعروا انه ليست القضية هي قضية مظالم بالنسبة الى مجموعة من شعب البحرين، وانما هي قضية سياسية كبرى وحركة وحراك وطني في داخل المجتمع. بعدين نأتي الى القضية البرلمانية، وانا اريد ان اطرحها الليلة للمرة الاخرى. الانتخابات القادمة بعد 4 سنوات ستأتي. أنا أعتقد أن القوى السياسية يجب أن الآن تفكر تبي تنزل ولا ما تبي تنزل، مو بنت تنتظر قبل أسبوعين. لماذا أقول ذلك؟ لأن إذا تبي تنزل يجب أن تنزل ككتلة واحدة، وآن الأوان أن تنزل ككتلة واحدة. إذا تريد تقنع الناس بأن القضية وطنية، مو بقضية أنه والله الوفاق أو قضية وعد أو قضية التجمع القومي، قضية أن هناك كتلة تريد إصلاح في المستقبل وتريد أن تستعمل البرلمان، والبرلمان في اعتقادي يجب أن لا يترك، لأن هناك من الممكن أن تقل الصراعات الطائفية وتصبح القضايا الوطنية يدافع عنها المندوب الشيعي والمندوب السني والمندوب المسيحي إذا كان موجود، أو الهندوكي إذا كان موجود. أنا أعتقد أنه آن الأوان أن تفكروا في هذا الموضوع منذ الآن. لماذا أقول ذلك؟ لأن هناك أناس يعتقدون أنه هذا ما في فائدة. ليس صحيح أنه ما في فائدة، هذا صوت هائل في داخل المجتمع. يوميا الصحف تكتب ما يقال في البرلمان، يوميا التلفزيون ينشر ما يقال في البرلمان. أنت تثقف الناس، أنت تؤثر. مثل ما قلت من البداية، يعني ليش جبت اللي كتبه الأمريكي؟ قد يبدو أن أنت ما أثرت، لكن في الحقيقة أنت أثرت حتى لو لم تنجح. هناك فرق بين النجاح وبين أن تؤثر على 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 الصورة الكاملة في داخل المجتمع، وهذا يجب الإخوان أنه يشوفون يعني كيف الحل لهذا الموضوع. الآن في سؤال مطروح، هل هناك حاجة لكتلة سياسية جديدة؟ يجب أن نطرحها. كتلة سياسية تتخطى ما جرى كل هالشهور وتطلع بخطاب سياسي جديد. أنا لا أعرف ذلك، ولكن أعتقد أن من الضروري التفكير أيضا في أن في هذا المجتمع يجب التفكير في وجود كتلة تتخطى المخاوف التي بنيت فيها كم سنة في البحرين وأدت إلى تمزق البحرين. قضية الانقسام الطائفي في البحرين يجب أن تبقى هي الأجندة الرئيسية الأساسية الآن، هي يجب أن تكون أعلى من حتى المطالب السياسية. أقول ذلك لأن أنت في المجتمعات إذا ما حليت الإشكاليات أولا للخلافات الدينية واللي هي شديدة الحساسية، شديدة العاطفية، إذا ما تستطيع أنت أنك أنت تنهي هذا الموضوع، أنت لا تستطيع أن تنتقل إلى حراك وطني ديمقراطي متفاهم متسامح. ثاني أقول في أوروبا اللا تسامح الديني كان موجودا، وبالتالي كان ما موجود لا تسامح ثقافي ولا تسامح سياسي. أوروبا فقط عندما أنهت اللا تسامح الديني بين مكوناتها انتقلت إلى التسامح الثقافي، ثم التسامح القانوني، ثم التسامح السياسي الذي تعيشه. نحن هنا في البحرين لدينا إشكالية ويجب أن نواجهها.
ومواجهتها بأن كل خطوة تخطوها الحركات السياسية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هل هي قادرة على أن تقنع الناس بأن المطلب هذا يمس الآخرين. وهناك مطالب محلية، يعني قرية أغلب سكانها من السنة، القوى السياسية يجب أن تذهب هناك وتتبنى ذلك المطلب، يجب أن تقف هناك، يجب أن تحارب من أجل ذلك إذا تريد أن تقنع الناس بأنك أنت مؤسسة وطنية. ولا تقول لي الأشياء عامة، إذا تكلمنا عن الدستور فنحن للجميع، وإذا تكلمنا عن البرلمان فالجميع، مفهومة هذه. بس الإنسان العادي اللي يوميا يستمع إلى الخطابات الكراهية ويستمع إلى إعلام في البحرين مع الأسف الشديد إعلام مليء بالبذاءة وبالتحقير وبالشق الصفوف إلى آخره، طيب هذا الإنسان يجب أن يشعر بأن العمل السياسي اليوم راح إلى قرية شيعية يدافع عنها، وبكرة راح إلى قرية سنية يدافع عنها واشتغل من أجلها. أنا يعني أريد أن أقف هنا لأن أريد نقاش معكم، النقاط هذه مختلف عليها كثير جدا، أنا بعترف مختلف عليها كثير، وهي نقاط قد تضايق بعضكم البعض. قبل أن أنهي في نقطة أساسية، كل القوى السياسية يجب أن تعرف أن إذا كان عضويتك بس فقط من مذهب واحد هذه إشكالية ما فيها، يجب أن تفتح أبوابها لجميع المذاهب الأخرى. إذا لم يحدث ذلك فمهما كانت الحركة السياسية اللي فقط من مذهب واحد تعمل ولو كانت وطنية ولو كانت ملائكية، يشك في ذلك. يعني أرجوكم أن لا تزعلوا من هذا الشيء، أنا عم بجيب مثل ما يقولون المصريين على البلاطة، أنا بكون أصرح من ذلك. أنا مرة مع الشيخ علي سلمان قلت له يا أخي أنتو الوفاق يجب أن تفتحوا له، قال لي مفتوح، قلت له ما يكفي، أنتو يجب أن تشتغلوا ليل نهار ننظمون لكم 2000 شيعي في داخل الوفاق، عفوا سني في داخل الوفاق، تروحون تقنعون الناس يدخلون عندكم. قال لي ما لن ننجح، قلت له جرب لأن هذه قضية أساسية بالنسبة لكم، وهذا الشيء بهالمناسبة ما ينطبق على الوفاق فقط، ينطبق أيضا على الأصالة وينطبق على المنبر، لأن أولئك أيضا مصرين على أنه الانسجام المذهبي في داخل الجمعية. أنت يا أخي جمعية سياسية كجا مرحبا على الرجال مرحبين، وتصلي هاللون ولا تصلي هاللون ولا تصلي بهذه الطريقة، يعني الإنسان لا يستطيع أن يفهم العمل السياسي عندما ينتهي إلى هذه الجوانب الصغيرة. وبالتالي أنا أعتقد هذا الخطاب، يعني القوى السياسية من قبل يمكن كانت تقول إحنا لا إحنا ما طائفيين، لكن ما يكفي تقول ما طائفي، تحتاج أن تثبت يوميا أنك لست طائفي، وتحتاج أنك تجعل المجتمع يتخطى ذلك، وهي ليس جانب سهل، وأنا بقول لك أصعب شيء سيكون ولكن يجب الذهاب فيه. أنا عندما أستمع إلى خطابات المنبر الشيعي وأستمع إلى المنبر السني ما أشعر أن هؤلاء الذين يعني يدخلون في السياسة، أنا أتكلم عن المنابر الفقهية السياسية، ما أشعر أن مرة يأخذ جهة ثانية ويتكلم عن مظالمه يتبناها، مو بأنه يتكلم بصورة عامة، لا، أنا أبي يقول أنه الحد فيه كذا وكذا وكذا ونحن لا نقبل بذلك. هذا الشيء ما عم يجري في البحرين، وإذا ما نستطيع أن نجريه فراح نضل. المشاعر العامة في الحياة السياسية ما تكفي، الناس يريدون خطاب محدد لقضاياهم
يشعرهم أن الآخر قلبه عليهم. وهذا الشيء إذا ما نقدر نسويه بشكل واضح تماما راح ننتهي. نقطة أخرى، أنا أتأسف كل شوي يجيني شيء آخر. نقطة أخرى، إذا نستطيع أن بعض اللي عندنا أي علاقات معها إقليمية إنه ما تتوقف عن تصريحات حتى ولو كانت تصريحات محقة طالما أنها ستثير مشكلة. يعني التصريحات السعودية تثير مشكلة، أنا أقول بصراحة التصريحات السعودية تثير مشكلة عند جهة الإخوان الشيعة، والتصريحات الإيرانية تثير مشكلة عند الشيعة عند السنة. وأنا أعتقد أنه إذا نقدر نفهمهم يا أخي أنه لا كثر الله خيركم اتركوا البحرين يا أخي لوحده، ولتتوقف هالتصريحات المتعلقة بهذا. ما يحتاج البحرين، شعب البحرين قادر على أن يحل إشكالياته دون أنه يحصل على المباركة. يعني وهذا يجي لنا أحيانا من العراق، وأحيانا يجي لنا من الإمارات، وأحيانا يعني البحرين لها وضع خاص يختلف، وبالتالي نحن يجب أن نتوجه إلى أولئك. إذا عندنا قدرة على أن نتوجه ونقول لهم يا أخي هدوا الأمور واتركونا لحالنا، إحنا بنحل مشاكلنا، أنا أعتقد هذا جانب أيضا يوجد. الآن هل القوى الأجنبية الاتصال يعني مفيد لحل الإشكالية الوطنية؟ أنا ما أعتقد ذلك. أنا أعتقد تاريخ القوى الأجنبية كلها أنها تلعب على الجانب الطائفي والتقسيمي. وأنا شخصيا أقول ليس لدي في ثقة لا في تلك الدولة ولا تلك الدولة، أنا أتكلم عن الأجانب غير العرب طبعا، لا في تلك الدولة ولا تلك الدولة مهما تكلموا عن الديمقراطية وعن المحبة الأخرى، لأن التاريخ تلك الدول كله أسود في أسود. وما يوم من الأيام قدموا أي خدمة لأي مجتمع، وهذا تجده في كتبهم المكتوبة، يبقى أنه ما الحل؟ يعني أنا قدمت بعض المقترحات، هو تغيير الخطاب السياسي. تفضل. تغيير الخطاب السياسي لا بد. لا حياك يا ريف. أنا بعود مرة ثانية. تعال يا عقوب. أولاد سيادي. حياك يا أخي. أولاد سيادي في حينا. يا مرحبا يا مرحبا. سامحونا على الإزعاج. إيه هناك حياك الله يا أخي. إحنا لو ندري جايين كان والله ما كان تظهرنا، لأن تجيتوا يعني في آخر في آخر. نحن في الأخير يجب أن نعترف طبعا بأشياء أساسية. هو المجتمع الذي لا توجد فيه ديمقراطية المواطنة ما ممكن أن تمحي كل شيء، لأن ما في فائدة جهة تنحاز وتستعمل جهة، ما فيها هذا. وبالتالي الحل النهائي للانقسام المجتمعي لن يكون إلا بالقيام مجتمع ديمقراطي حيث المقياس الأساسي هو القانون والمساواة أمام القانون والمواطنة في الحقوق، وبالتالي عند ذلك هذا ما في ذرة من الشك في ذلك. إنما إلى أن نصل إلى ذلك نحن من الضروري، نحن المجتمع، اترك الجهات الرسمية، نحن المجتمع أمامنا أن نقضي على أو نخفف إلى أبعد الحدود من هذا الانقسام الذي حدث في البحرين من خلال خطابات مختلفة. ونحن في اللقاء الوطني تكلمنا أنه اليوم في البحرين نحتاج إلى ساحة ما تشتغل إلا على قضية الخلافات المذهبية بس، محاضرات لقاءات، وأهم من المحاضرات هو لقاءات الشباب فيما بينها، تجيب الشباب وتخليهم يتناقشوا فيما بعضهم بعض، يتكلموا
خلي الأخ الشيعي يقول لهم شنو مشكلته، وخلي الأخ السني يقول شنو هي مشكلته، وخليهم يشوفوا إنه الخلافات المذهبية هذه قضايا يا أخي اجتهادات. يعني شو أهمية يا أخي هالقضايا؟ أنا أول امبارح أرسلوا لي على الواتساب، وأنا متأكد منكم استلمته عن واحد أخ شو اسمه فقيه على إحدى المحطات، كان يقول يا أخي كلنا إحنا نصلي ونصوم ونتعبد الله وما بعرف ها إبراهيم إيه يعني. طيب يا أخي الأشياء اللي مختلفين عليها يا أخي الله يحاسبني فيها، شو المشكلة في هذا الموضوع كله؟ لكن هذا الشباب بهالمناسبة ما يدركون ذلك، وأنا أتكلم مع بعض الشباب بهالمناسبة أقول شو المشكلة؟ يقول لك لا لا، خذ مثلا قضية التقية، إنه والله الشيعة تقي يا أخي، هذه قضية تاريخية ليست قضية حاضرة في الوقت الحاضر، قضية تاريخية الشيعة استعملوها لأن كان البطش بهم شديد جدا. في قوى أخرى ما استعملت، الأباضية ما استعملوا التقية وخالفوا حتى الإمامية الاثنى عشرية في هذا الموضوع، لكن هذا لا يعني شيء. أنا يعني ما أريد أن أقول أن إحنا نحتاج إلى خطاب ثقافي لكنه يتوجه بالذات إلى القضية الطائفية. يعني من قبل كنا نكلم الناس في الخطاب السياسي عن الأشياء السياسية، حقوق الإنسان، القانون، الدستور إلى آخره، بس الآن الجانب الطائفي يجب أن يكون جزء لا يتجزأ من الخطاب السياسي اليومي إلى أن تنتهي هذه المشكلة، أو على الأقل تصبح مشكلة هامشية ليس لها قيمة. هل تستطيع القوى أن تفعل ذلك؟ نحن نرجو أن تستطيع ذلك. أنا بعد ما عندي شيء آخر أقول.